لما ركني الآن تنفذ ومحاولة الإبعاد فحلي من خلال هذه اللحظات قنطرة قصيرة خطيرة المحاولة والهدف هدف مبكر بالنسبة لفريق نهضة بركان من خلال هذه اللحظات وبالتالي ضربة رأسية في الدقائق الأولى تعطي الهدف الأول لفريق نهضة بركان أول ركنية أول هدف جبريل واترا يسجل الهدف بطريقة جميلة وبالتالي سنتابع هذه المحاولة وهذه الإعادة من خلال هذه الركنية إذن أول ركنية وأول ضربة رأسية تعطي الهدف لصالح فريق نهضة بركان شاهدوا الآن كانت قنطرة قصيرة جميلة من اللاعب الفحلي وكان خطأ فادح في التموضع الدفاعي كان خطأ فادح الفحلي بلمسة كانت جميلة وبالتالي هدف نشاهدوا لروعة الهدف الفحلي يمكن نقول بأنه صنع الهدف لأنه الضربة الرأسية كانت كذلك